سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الفيديو أخواني الأعزاء نوضح لكم تأثير تقليم الجائر على أشجار السدر. هاي الشجرة اللي أمامكم قلمناها قبل قليل، إذا تشاهدون أخواني الأعزاء هذا التقليم هو تقليم الجائر. هذا موضح قدامكم هاي الأغصان، وهذا مكان التقليم. راح تشاهدون الشجرة اللي تم تقليمها قبل فترة زمنية يعني مو طويلة، ما تشاهدون طبعا اخواني الاعزاء هاي فوائد التقليم الجائر. تتقلم الشجرة وتعملونها حوض مثل ما تشاهدون، طبعا مثل ما جاي يشتغل علاوي. طبعا ذن الاشجار الحجم مالته كان الحجم صغير جدا، ما شاء الله الكثافة الخضرية مالته للموسم القادم تكون شجرة بحجم كبير. شو تقول ابو ابو حسين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوانا مثل ما تشاهدون هاي نسوي لها حوض وبعدها نخليها سماد، سماد حيواني ويستمر عليها السقي. نتخلص من الحشائش اللي موجودة تحت الاشجار. عندنا هاي الشجرة الثالثة اخوان، كذلك هذا النمو ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب يزيد ويبارك. هاي قلمناها قبل كم يوم، حاليا باديه بالنمو. كل ما تتقلم الشجره راح تتجدد الاغصان مالتها. هذا التركيب هذا الموسم، طبعا هذا بدايه شهر رمضان المبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. قواك الله قواك الله ابو حسين، عاشت ايدك. كذلك عندنا هاي الشجرة الثانية تركيب بداية شهر رمضان المبارك اخوان الاعزاء. اهم نقطة هي ما بعد التركيب، كيف نتعامل مع الاشجار ما بعد التركيب. يعني عد ما تنمو البراعم بشكل جيد يلا نبدي عملية التنفس للتركيب. دا تشاهدون اخوان الاعزاء طبعا هذا الصنف من دولة الكويت من سعد العازمي جزاه الله خير، طبعا اعطانا هذا الصنف يسموه صنف ابو راشد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا النمو هذا بس بعدنا ما نسوي لها اي تنفس، يعني الحجم مالتها بعده صغير. نرجع عليها الورق وننتظرها تكبر اكثر يا الله. هذه الشجرة الرابعة اللي تم تقليمها قبل شهر. الحجم مالت الشجرة كان صغير جدا ما شاء الله، حاليا كثافة خضرية. طبعا هذا صنف التفاح يا اخوان الاعزاء. كذلك عندنا هذه الشجرة الخامسة. فيا اخوان دائما نشجعكم ونذكركم نذكر يعني انه تزرعون الاشجار المثمرة بحدائقكم، حدائق اللي موجودة بالبيوت. طبعا هاي حديقة البيت، حديقة ابن عمي ما شاء الله. وعندنا بعض الأشجار تم تركيبها مؤخرا بعدهم بالكرتونات مالتها ما شاء الله. هاي عندنا شجرة زيتونية وبعض الخضروات اللي مزروعة الكراث وهذا، بس احنا عندنا هنا مشكلة الدغل اللي نعاني من عدها. اخوان الاعزاء ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي عندنا اذا تشاهدون هاي الشجره طبعا تحتاج تنفس اخوان الاعزاء، وراح نجري لها عمليه تنفس ان شاء الله تعالى، نوضح لها نوضح من خلال فيديو لكم. عندنا هذا الباكستاني الاحمر، طبعا هاي الشجره مركبه بحجم صغير جدا جدا جدا. تحياتي لكم جميعا اخوتي المشاهدين، اي سؤال او استفسار ذكرونا بالتعليقات ونكون في خدمتكم.